كمان كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان امام عاشور لاعب الفريق اجرى اشعه الرنين المغناطيسي امس وكشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل وهيحتاج للتاهيل، وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثه الاهلي المتجهه الى جنوب افريقيا بعد التشاور مع الجهاز الفني والطبي في هذا الشان. واللاعب بدا بالفعل تنفيذ البرنامج التاهيلي تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعيه والالتحاق بمباراه العوده مع صن داونز. طبعا بعثه الاهلي هتغادر جنوب افريقيا دلوقتي، هم دلوقتي في المطار ويعني خلاص في سكتهم ان هم هيبقوا الاول هينزلوا في كينيا في نيروبي زي ما حضراتكم عرفتوا، وبعد كده هيتجهوا لبريتوريا. الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي قال ان عمرو السوليه وكريم فؤاد لاعبي الفريق ياخدان المرحله الاخيره من برنامج التاهيل قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه. واضح ان السوليه وكريم يعني بيخضعوا لاشعه الاشعاعات اللي هي خلال الساعات الاخيره الماضيه دي، وده نتيجه الاطمئنان على ان هم يبقوا جاهزين 100% بعد اجتياز اللاعبين برنامج العلاج الطبيعي على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها. واشار الى ان الثنائي بينفذان برنامج احمال بدنيه خاصه تمهيدا للعوده للتدريبات الجماعيه خلال الايام القادمه.